سلام 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 فحلات، سلام تو الموند. ان شاء الله تكونوا كاع بخير. جاتكم فيديو جديد، لا فيديو تاع اليوم قبل نبداوها نحف حلات كاع اللي نقدموا معايا على القناه. ان شاء الله المحتوى يكون عجبكم، وان شاء الله نتمنى منكم يعني تبارطاجيو ماكسيموم لي فيديو تاعي العائله تاعكم افكار، وسيرتو في الانستغرام نحط لكم واحد الفيديوهات تحقوهم رمضان، واحد لي زاستيس، واحد الوصفات على بالي بها تعجبكم. نضموا الصفحه تاعي تلقاوني دائما في لي ستوري معاكم، نعطيكم غير جديد ونديكم دي فيديو بزاف قصار وفيهم وصفات تنفعكم، منهم لا مايونيز بدون خلاط اللي دائما ديمونديوها عندي، راني حطيتها لكم في الانستغرام تما تقدروا تشوفوها اللي تحب، اللي ما عندهاش خلاط ولا تحب تستعمل وصفه تقليديه. ولكن قبل ما نبداو هذا كاع نرحب بكم، ما تنسونيش بالجيم كون تاعو كيما نتوما، ونبداو الفيديو بالصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. الفحله اليوم واش جبتينا؟ اليوم جبت لكم تحضيرات رمضان 2024، ودرتهم لكم في فيديو واحد هكا، ما نقطع لكم الشغل، ما نقطع لكم فيديوهات ما والو. كنت ديجا بديت لكم بوصفات رمضان طويلات كامله متكامله تقاسمتها معكم، فيديوهات هذوك درت لكم سلسله تاع 3 اجزاء، مازال الاجزاء الاخرى تاع التحليات واجزاء بزاف هينين. حطوا لي لي كومونتير اذا حبيتوا نديروا لكم التحليات تاع 2024 لسهراتكم افكار نتقاسم معاكم. بالنسبه هنا بديت لكم بالتحضيرات، وانا نبدا بالكاوكاو والمكسرات. هنايا كنت درت حوالي كيلو كاوكاو، حمصتو وشدتو رحيتو، نحيت له كاع القشور. دائما كيما نقول لكم الثمن تاع الكاوكاو ماما الذوق نفضل اللي يكون هكا بالقشور تاعو، هذاك اللي نحينو القشور يبيعوه ما يعجبنيش الذوق تاعو في الحلويات، ولكن كي نشري هكايا يجي بزاف بزاف بنين. نحمصو نحيلو القشر تاعو، نخلي شويه منه هكا باش يجي اللون تاعو مميز، نرحيه هكا ومن بعد نصيرو. اللي يكون خشين نخبيه مباشره كخشين ديكوري به، ولا واللي يكون رقيق ورطب هذاك نستعملو للحشوات. راح تقولوا لي واش دير به؟ بون انا في رمضان نقول لكم دائما المراه العامله مشكل كبير في رمضان، يعني يكون عندها ضيق وقت بزاف، قد ما تحاول تخرج من الخدمه بكري تلحق بكري عباكم لومبوتياج غاشي كيخرجوا وقت واحد، ما تجي تلحق للدار الافكار يعني ديفو يجوها عرضات، ديفو تقولها واحده راني جاي، كل هذا يدير لها ضغوطات على بها لازم توجد كلش من قبل. هذاك الكاوكاو نصو نخبيه في علب، نصو نديرلو السكر، نديرلو المزهر، نديرلو شويه قرفه، نطمو شويه مزهر وشويه زبده، ونديرهم في علب هكا ولا في دي ساشي. كي نسحقو مباشره نجبدو نستعملو. اللي حنستعملو في لي سيكار تاني نخليه هكاك، باسكو من بعد نستعملو نديرلو البيض على بيه باش نكونجليه هكاك. مي كل حاجه نوجدها من قبل، على الاقل نرحيو نديرو في دي بواط في الكونجيلاتور، باسكو علاه مجمد جد مهم، ولكن منحبش نعمرو انا بقشور تاع القارص كيما راني نشوف فيهم ونيمبورط كوا، عمرو في حاجه اساسيه هذيك القشور تاع القارص، يعني باش نخبي هكاك نعمر التلاجة تاعي بقشور من شاف القشره هذاك لاكوك تاع القارص وتاع البرتقال، ما باليش علاه يديروها يعني هذه الطريقه. راح تعمرو غير الكونجيلاتور ديالكم بنيمبورط كوا، ما عندكم ديروا بها مع الخط تلقاو روحكم فيهم. يعني من المستحسن كونجيلاتور تحط كونجلي كونجلي وحاجات تتحقوهم فريمون، كيما نقول لكم لي صوص طوماط، كيما نقول لكم دائما طوماطيش هكا تكونوا استعملتوا علبه علبه ثانيه خبوها، الكاوكاو والمكسرات تكونوا رحيتوهم عباكم كي ترحوهم نعمه كبيره، كي تفتحوا كونجيلاتور تجبدوهم رحيين ام نقصوا عليكم 90% من التعب. تقدروا ديروا بهم من شاف انا بسبوسه، تقدروا ديروا بهم دي سيجار تعمروا الورق ديول تاعكم، تقدروا ديروا اي وصفه قلب اللوز، اي وصفه تحبوا ديروا فيها الكاوكاو ولا مقير هكا تلقاو كلش واجد كامل مكمل. دائما هذه الطريقه تاع قطره تاع زيت من الفوق راح تخلي هذا الطماطم ديالكم تشد لكم وقت كبير لانها كماده حافظه للسطح. بالنسبه لهذو العلب تاع القلوب اللي كنت قاسمتهم معكم، شاك فوا نشريهم شوفوا واش ندير فيهم، هريسه هكا كميات حتى حاجات صغار، دي صوص زيست دورونج زيست سيترون باش ما يشدوليش بلاصه في الكونجيلاتور، كونجي ما نقدرش نديروا فيه كلش. التحضيرات الثانيه اللي كنت شريت هذوما كنت تشوفوا فيهم واحد مبرج كاع هكا، واحد في السامبل وهذا هلال، هادو مال الحلويات السريعه، يعني كي نحبوا نديروا حاجه كما يقولوا فيت في، هادو هما الحاجات اللي نستعملوهم. كما كنت تشوفوا وجدتهم حطيتهم على اليد، غسلتهم وحطيتهم بهذه الطريقه. نبداو نوجدوا في لي بلاكارت تاعنا، نبداو نوجدوا في لي زيليمون تاعنا، نجبدوا لي سيرفيس تاعنا نحطوهم على اليد، نقصوا شويه ماعن تاع الشتا يعني دوقدوا الكبار طناجر كبار هادو كاع نخبوهم، نحطوا غير الحاجات اللي نسحقوهم، نجبدوا قضيه تاع الطين تاعنا نوجدوها. وفي الفيديو القادم ان شاء الله
صلاح نوريكم كيفاه تحتفظوا بها وما تفسدلكمش. حاجه ثانيه كنت استعملتها هي الخبز المرحي. هذا الخبز دائما غريوه، دخلوه الفوق تاعكم خلوه يتحمص ومن بعد باش تريحوه. ونصيحه، ما تيبيسيوهش، ما ديروش الزيبيس باسكو الزيبيس يغملوه. دائما نقول لكم ما خطيكم هذوك اللي يحيو بيسيوه، ديروا الثوم، ديروا لي زيبيس باسكو يغملوه مع الوقت. هذا انا كي نعمرو يعني يقعد لي عام دربيدون، يقعد لي عام ويفوت كاع وما يصال والو. علاه؟ باسكو نحمصو تخي تخي بيان، نرحيه على الناشف. وحاجه ثانيه اللي حنا الحاجه اللي نحرحي فيها تكون ناشفه، البيدون ناشف تانيك، ممكن راح ندير فيه ملح الحي قطعه، ما يشمش كاع ريحه الغماله. بالنسبه للدواجن، هنا 3 دجاجات كنت قطعتهم وجدتهم لي خبيت والباقي راح نتقاسمو معاكم. هادو الدجاجات مخليتهم رمضان، ماشي راح ندير منهم لي كويس فارسي. لا بروشين فوا نوريكم كيفاه ديروا لي كويس فارسي. لي كويس فارسي نخليهم غير نحنشي دي كويس سبيسيال، يعني يكونوا كبار بزاف باش تجيني الكميه مليحه. دو كويس هكا يكفوني في الطابله. حنا ماناش نشرو باش نعمروهم، انا ما نعمرهمش كيما على بالكم، ما ندوزنش الدجاج تاعي. نصيحه مني بالك ودوزنوه، باسكو دي فوا تجيكم تبدلوا رايكم في المنيو، تحبوا ديروا حاجه واحده اخرى تلقاو كلش مدوزن ما يخرجكمش الماكله تاعكم. حاجه واحده اخرى، هذوك الافخاد انا ما نحشيهمش حتى دانيا مينوت، يعني نديزوسيهم ونخبيهم هكاك مديزوسين. علاه؟ دي فوا نحتاج فيوند عشي با اكزومبل، نحتاج اني نرحي ولا نحب ندير كباب ولا ندير اي حاجه ولا ندير شي هذاك شي شطاو ولا نسحق لي كويس، يعني نسحقهم باسكو فيهم ليدام ويجوا بنان احسن من صدور الدجاج يكونوا ناشفين. مباشره نجبد هذاك الكويس نقطعو ونستعملو، يعني ماشي حنا نلقى كلش فارسي. وثاني دي فوا نحبو نبدلو في لي فارس تاعنا، نحبو ماشي كلش نفارسيوه بلا فيوند عشي، نحبو دي فوا نفارسيوه بالسلق، دي فوا نحبو نفارسيوه بالشامبينيون المايس كيما فنتقاسم معاكم. بزاف حاجات يعني وصفات بزاف هايلين، على بها نقول لكم كي تخبيو خبيو دائما ديزوسيوهم باسكو ينقص عليكم الشغل، وخبوهم هكاك في دي باكي كل حاجه وحدها. وباش تكون الدجاج تاعكم رقيقي ما فيش الريحه، كما شفتوا هنايا كنت خبيت هذوك لي كاركاس، هذوك كاع نخبيهم على جال الشربات ديالي. دائما واش ندير، نحط قدره تاع الشوربه راني نحرج فيها، اسما درت لها اللحم وكلش وراني ندوزن فيها يتو تتقلى. ومن جهه راني حاطه هذوك لي كاركاس هذوك تاع الدجاج الرقابي العظم هذا كاع دايراتو في مرق بالبصل، ونخليه يغلي تخي تخي بيان ونمرق بها. تعطيكم واحد الذوق مع الاخ هذاك الدجاج يتلقاوه فيه فدوه وديروه لداخل، يعطيكم ذوق بزاف بزاف هايل. بالنسبه للدجاج باش ما يطلق لكمش الريحه وما تدورش ريحته، نقوه تخي تخي بيان. شتو وين كاين العظم وين كاين هذوك العروق هكا، نحو كلش حاجه حمراء هكا تلقاوها ولا نحوها، يقعد لكم في الكونجيلاتور ما يطلق لكمش كاع الريحه. حاجه اخرى، كاين العظام هكا كي تخبوهم احسن واحسن انكم تخبو كاين يشوف فيهم يطيبوهم بعد يديرولهم لي زيبيس ويديروا لهم يفتتوا هذاك الدجاج ويخبوهكم مكعبات الدجاج حيت يطلق لكم واحد لاغيغو. انا جربتها اون فوا شتا في واحد القناه، جربتها وطلقت لي واحد لاغياغو، يعني ندمت النهار اللي درتها. على بها ننصحكم خبو بهذه الطريقه عظم هكذا، وكنت قاسمتها معكم راني باسي. وكديروا هذيك شوربه المرق الدجاج حتى تعطيكم احسن واحسن شوربه هكا، غير مرق غير لوغو هذاك، ما تقدروا ديروا مرق اللحم اي حاجه تحبوها. وشنو انا هنا شوفوني في ستان تخلص كاع من الجلود، نخبي هذاك لو بلون دو بولي باش نديروا يعني نخليه غير نرحي باش نرحيه هيتو. كيما قلت لكم انا ما نرحي والو، كلش نرحيه دانيا مينوت كي نسحق على حسب الكميه نسحقها واش ندير بها. ايضا هاهم لي كليباكي كنت حصلت عليهم 3 دجاجات كنت قسمت معكم على دانيا فابي 3 دجاجات كفوكم الاسابيع الاولى ما فيها والو، هكا مع شويه لحوم شويه حوت شويه مرقاز شويه كاع على بالكم. انا نحاولوا نجوزوا رمضان، ورمضان كيما نقول لكم ماشي الهم، المهم نقولوا شحال صرفنا فيه وشحال موافين نصرفوا فيه، المهم ان نصرف وكلش في الخير وعلى الخير. نقسمهم هكا نكتب فيهم، ونكتب دائما في ورقه ونلصقها في الثلاجه باش نعرف واش عندي في المجمد. بالنسبه هنايا للفواكه، انا في وقت البرتقال وفي رمضان يعني حيكون وقت البرتقال يكون مازال ما راحش، ما القارص يعني على بها مش راح نجمد حاجه كبيره، ما نكونسوميش حاجه كبيره، ولكن راح ندير دي بواط كيما كنت تشوفوا هكا فيهم ميلونج تاع لي فخوي بين تشينا بنان تفاح فخاز اي حاجه تكون عندكم تلقاوها فاكهه نخبيها. كندير بهم دي سالاد دو فخوي، نحيهم دي
جو ناتوريل، عندي بزاف حاجات نقدر نستعملهم. هاكو على بالكم نحتاجو بعد الافكار هكا سورتو للضياف كي جونا. بالنسبه للاجبان كاين بزاف يقولوا لنا على التحضيرات الجبنيه، هادو على بالنا بلي تحضيرات جبنيه وعلى بالي بما هيش اجبان، وكل واحد هو على بالو واش يكونسومي وهو واش حاب يكونسومي. بالنسبه هنايا كنت وريت لكم الاجبان الغاليه شحال الثمن تاعها واحسن جوده. تقدروا تشوفوا هذوك، تقدروا تشوفوا تاع البيدور، تقدروا تشوفوا بيربير ولا اي حاجه تحبوها. المهم اذا حبيتوا نحط لكم فيديو على احسن اجبان اللي جربتها انا، ونعطيكم الميزانيه اللي تقدروا تستعملوها ولا تقدروها لرمضان ان شاء الله. حنحط لكم فيديو في ايام حطوا في الفيديو القادم ان شاء الله. قولوا لي هكا نتقاسم معكم هذا الجبن بزاف بزاف بنين، انا نعاود نركز لكم عليه. اللي يحب فريمون اجبان ذو نوعيه جيده، اما التحضيرات الجبنيه اكو على بالكم. قولوا لي نتوما وشنو هما التحضيرات الجبنيه اللي اكو تشوفوهم بالنسبه لكم بنان ولا عجبوكم، سورتو في البوراك ولا في لي يعني في لي غراتاي تو سورتو رمضان، سورتو تاع البيدون هاكو هادوما. اعطوني احسن ماركات، انا بالنسبه ليا قلت لكم هذاك تارتيليس بزاف هايل مع لبيش موندور تانيك، مي الاخرين شويه شويه. بالنسبه للاحتفاظ بهم وكلش حط لكم فيديو القادم اذا حبيتوا. لهنا حقنا نهايه الفيديو، نقول لكم السلام عليكم، ما تنسونيش بالجام. سلام.